نسمعوهم شنو قال. انا مشهد، انا قتلك. جمعيات اخرى ميم شانس، جمعيات اخرى بحكم، سامحني، جمعيات اخرى اللي ربما ناخذ منهم اقل. انا نعطي كل عام 3-4 ملاعبين جمعيات اخرى. اي انا ما عنديش انا كنادي افريقي في الوقت ذاك ما عنديش لابوزيبيت. لا خاطر كنت عندك نفوذ. وذا نفوذ لا موجود، يخافوا منك. لا علاقه، يخافوا منك. تقول تسمم، يخافوا منك، يخافوا منك خاطر ولاد وزاره. بعد 7 سنين من اللي تحت النظام وانتم تكلموا بالخوف وقتها، خافوا منك. شكون نتكلم بخوف؟ انا اول قبل نتكلم بخوف. لا 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 تخلصوا من الخوف. لا ما عطيناش اكثر واحد ما يخافش. لا والله ما نخافش. وقتها فما الناس تخاف. لا لا الناس تخاف، الناس كانت تخاف من سليم شيبوب فعلا باي طريقه. تخاف خاطر نسيب الرئيس عنده الوسائل الكل باش يقلق. انا حضرت في مقابله ما بين النادي الافريقي والترجي، حكم غير نذكر الاسم نتاعو احترام الوقت وكل شيء، معناها كي هز مثلا اورجو كلمه سليم شيبوب من البنك هبط يدك هكا. انا حضرت في الفريق الوطني وهبط يده وهبط يده وهبط يده. ولا ثم اوقات ثم حكم يبدا يجري جوار من الترجي يقول له تيح باش يعطيك بيلانتي، معناها راهو الظلم. تسمعها مذومة. وفي النادي الافريقي صراحه الظلم اللي كان مسلط على النادي الافريقي من سليم شيبوب 1000%. كان الوحيد الله يرحمه شريف بلامين الا وقف له ويقول له، هو عنده الفلاحه يقول له عندي المولى من فوق ربي كيصب المطر ما ثم حتى واحد يحكمني في رزقي، الوحيد اللي وقف له. اما الباقي الكل كان قوه جباره، حتى جوار الترجي. احكي لك مره سيري دار في اوتيل الجولدن توليب في طرابلس تاع منتخب، جي صح الملاعبين تاع الترجي شنو جاي معاه في الاوتيل؟ الكلب نتاعو، كلب معناها كلب بوكسر كبير داخل فيه في اوتيل، في اوتيل كبير يهبط جوار الترجي حاط بهذا الكلب يصحوا بالخوف. معناها هذه امور واقعيه يعرفوها الناس الكل. انسان ظالم، انسان هلك كره القدم، دخل فيها الرشوه، دخل فيها المشاكل، دخل فيها الحكام. شفنا صار للترجي احنا في مباراه في نهائي كاس رابطه الابطال في غانا، شفنا عده هارتس اف اوك صحيح. معناها انسان هذا انسان فسد كره القدم التونسيه في فتره 10 سنين. ولم تستحي ويطلع يحكي ويقول نظام، ويطلع يقول في البلاتوات ويتكلم على كره القدم. انا كره القدم المفروض السيد هذا لازم يتخبى من بعد ما عملوا مصالحه معاه ويبعد على كره القدم، تو بيعاود يرجع باش يحكم في كره القدم. الناس كل تعرف شيء هذا، الناس كل تعرف اللي هو فاسد من الدرجه الاولى. تو نحب نعرف شكون اللي استدعاه، وش معناها يستدعي في سليم شيبوب باش يحكي على الكره التونسيه وعلى الرياضه التونسيه؟ اش معناها؟ ما معنى هذا؟ هالعباد هذوما اللي يحبوا يرجعوا المنظومه برجالها وبمنجرميها وبالكوارث اللي كانت فيها، شو يحبوا له البلاد هذه؟ علاش عملنا لكم؟ تو الرياضه التونسيه على 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 خطوه، على خطوه من انجاز نرجعوا به للعالميه ونرجعوا نلموا رواحنا، ولاول مره نسمع جماهير تحكي على المنتخب، لا على الترجي، لا على الافريقي، لا على صفاقس، لا على التوال. والناس الكل فرحانه، فرحانه بيوسف المساكري في سوسه، وفرحانين بمحمد امين بن عمر في تونس. نرجع نتكلم على سليم شيبوب ونطلعوا من القبر نجيبوا لهنا باش نحكي. ثم عثمان جنيح نلعبوا في مباراه جايين من افريقيا منورين تونس، حكم عليها مش نعرف في 97 حكم باش نلعبوا ماتش ترجي بعد نهارين من ماتش الرجاء، خاطر يحكم في الجامع، يحكم في شكون يعين في الجامع، يحكم في كل شيء. ما تخيل انت السيد هذا شنو صوته لتاع حكم على رئيس نجم الساحلي من الباب باش رجعوه ما تفرجش في الماتش اللي هو السيد عثمان جنيح. معناها هذوما ثوابت موجوده وتاريخيه. السيد هذا ما فهمتش شنو مفهومه ويحكي على النادي الافريقي اللي هو سبب في تحطيم فريق اسمه النادي الافريقي الفتره ذيك، حتى لقب الا كاس واحد النادي الافريقي في 10 سنوات، بل يحط الاربيتر، يحط رئيس الجامعه، يحط الناس المسؤولين الكل، هو اللي عين، هو البارون بتاع كره القدم التونسي.